أهلا وسهلا بحضراتكم في درجتين وبس، بودكاست بتناقش قضايا التغير المناخي وأخطاره وتأثيراته على حياتنا وحياة مجتمعاتنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أنا اسمي عمرو حمزاوي وهكون معاكم في البودكاست اللي بنعدها في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي وبتدعمها وكالة التنمية السويدية سيدا. في حلقاتنا المتتالية هنحاور أساتذة وباحثات وباحثين عن الطرق اللي بيأثر بيها التغير المناخي على حياتنا اليومية وإزاي نقدر نتعامل معاه وإحنا بنشوف درجات الحرارة في مجتمعاتنا بترتفع ومستويات المية بتقل وأمواج البحر بتاعنا. درجتين وبس من اسمها بودكاست هتفكر حضراتكم ببرنامج إذاعي شهير أثر في وعي أجيال كتيرة من المصريين والعرب، كان اسمه كلمتين وبس، كان بيكتبه الراحل العظيم أحمد بهجت وبيقدمه الراحل العظيم فؤاد المهندس. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست درجتين وبس. ضيفي اليوم هو الدكتور سعد وقاص. الدكتور سعد هو طبيب بشري عام وبيعمل حاليا كمنسق للتحالف الشبابي الافريقي للمناخ. دكتور سعد او سعد، اهلا وسهلا، انا سعيد جدا بانضمامك ليا النهارده. حبيبي عمرو، مرحبا بك ومرحبا بجميع المشاهدين معنا اليوم. اهلا وسهلا، شكرا جزيلا. سعد، خليني ابدا من خبرتك خلال السنتين اللي فاتوا في 2023 و2022. انت شاركت على التوالي في كاب 27 في شرم الشيخ وكاب 28 في دبي، وكنت أحد منسقي الأجنحة اللي هي بتنخرط مع الأطفال والشباب بخصوص قضايا البيئة والتغير المناخي. ممكن تحكي لنا عن خبرتك؟ بالضبط، يعني لما نتكلم عن التغير المناخي نتكلم عن الشباب والأطفال، خصوصا عندنا في دول الجنوب نلاحظ يعني اهتمام كبير وإحساس ومسؤولية كبيرة من طرف الشباب حول المناخ، حول المستقبل، حول حياتهم في المستقبل. الخوف الذي يحس في الشباب إذا لم يكن هناك تغيير بشكل مستعجل، ما سوف يحدث لهم بالنسبة يعني مستقبلهم. فهناك تحرك ونشاط كبير من خلال العمل المجتمعي، من خلال الأنشطة التي يقوم من خلالها الشباب، وهذا ما كان جليا وواضحا في الكوب أو مؤتمر المناخ. فما حصل في شرم الشيخ وهو أول مرة يحصل في العالم، وهو كما تعلمون أن أثناء قمة المناخ يكون هناك جناح لكل دولة وخلال أسبوعين يكون هناك نقاشات وحوارات، فأول مرة في مصر تم تنظيم جناح خاص للشباب والأطفال. فكنت أنا ومنسق البرامج في الجناح، وكان معنا أزيد من 15 منظمة دولية ومنظمة شبابية. فخلال الكوب 27 كان لدينا نقاشات ما بين الشباب من خلال تبادل أفكار، حصص تدريبية، أنشطة، شباب يشاركون ما يقومون به في المجتمع المحلي، كذلك نقاشات ما بين الشباب وما بين الوزراء وصانعي القرار، حيث كنا هناك نقاشات حول المفاوضات التي تحصل في الكوب، وكانت فرصة للشباب لإدلاء رأيهم وآرائهم كيف يمكنهم المشاركة في المفاوضات، فهذا كان جانب جد إيجابي. كذلك كانت هناك أنشطة حول الشباب والمستقبل، يعني كانت هناك مسابقات حول الشباب ومشاريع الشبابية وكيف يمكن أن نساعد هذه المشاريع الشبابية ونطورها والبحث عن تمويلات شبابية. فكان هناك لقاءات ما بين ممولين وشباب، فالجناح كان عبارة عن فرصة للشباب من أجل لقاء بعضهم البعض، التعرف على بعضهم البعض، كذلك خلق علاقات وشراكات جديدة، التعبير عن رأيهم في هذه القمة. وكذلك بالنسبة للأطفال، أذكر هذه السنة في دبي أول مرة في الكوب تحصل جلسة 100% منظمة ومسيرة من قبل الأطفال. هنا نتحدث عن أطفال 10 سنوات، 7 سنوات، 13 سنة، كان لديهم المجال للرسم، للتعبير، للتمثيل، لفعلا إدلاء رأيهم والتعبير كيف هم يرون العالم والخطورة التي يحسون بها من خلال التغير المناخي الذي يعيشونه في مجتمعاتهم، والأفكار التي قام بإدلائها هؤلاء الأطفال. يعني مع اليونيسف، مع منظمة Save the Children أو حماية الطفولة، تمكننا من يعني جمع هذه الأفكار وبالفعل تطويرها مع الأطفال من أجل تفكير كيف يمكن أن نقوم بمشاريع على المستوى المجتمعي مع الأطفال. فكانت فرصة جد مهمة للشباب للتعبير عن رأيهم وعلى المستوى العالمي بالخصوص. طيب سعد، شكرا جزيلا. طبعا السؤال اللي بيتبادر إلى الذهن مباشرة هو، طيب بعد شرم الشيخ وبعد دبي أو بين شرم الشيخ وبين دبي، كيف تتم ترجمة اقتراحات أو أفكار الأطفال والشباب إلى عمل واقعي على الأرض؟
وهل تتم هذه الترجمة مثلا في المغرب وانت اقرب للحالة المغربية بجانب اهتماماتك الاقليمية سواء في الشرق الاوسط وشمال افريقيا او في المحيط الافريقي ككل؟ هل في المغرب على سبيل المثال بتتم الترجمة من جانب منظمات او جمعيات للمجتمع المدني بتتبنى هذه المقترحات؟ والسؤال اهميته ان انا عايز دايما نفكر المشاهدات والمشاهدين بأهمية نشر الوعي بقضايا التغير المناخي في منطقتنا. احنا بنقرب دلوقتي، الأمور بتتحرك للأمام، لكن في وعي يعني غائب إلى حد كبير. فإيه اللي بيحصل بعد المؤتمرات الكبيرة؟ بالضبط، هو المؤتمر هي فرصة من أجل التشبيك، من أجل خلق فرص للمنظمات. أنا أعتبر هذه المنظمات أثناء السنة هناك أمرين أو أمران مهمان. أول نقطة وهي الشباب والمنظمات المجتمعية في المستوى المحلي، وما نقوم به مثلا في المغرب وكذلك في المستوى العربي من خلال التحالفات التي نشتغل معها، التحالفات الشبابية، حملات توعوية، حملات تدريبية، حيث نذهب للمدارس، نذهب في قنوات التلفزية، في الإذاعات. كنا مثلا قمنا بتدريب في المغرب مع الصحفيين من أجل توعيتهم حول خطورة التغير المناخي وكيف يمكنهم التواصل وإيصال رسائل حول التغير المناخي في المغرب مثلا. كانت فرصة جد ناجحة من أجل نشر الوعي حول التغير المناخي. كذلك تدريبات وأنشطة عملية للساكنة المتضررة. مثلا في المغرب هناك شغل مع الفلاحين، فعندنا مشكل مثلا هنا في المنطقة العربية وفي المغرب خصوصا شح وندرة المياه، فالفلاحون على المستوى القروي يفقدون رأس مالهم ويفقدون أراضيهم، وبسبب التصحر ونقص المياه ليس هناك مردودية، فيضطرون إلى الهجرة إلى المدن. وهناك الكثير من الظواهر السوسيولوجية الناتجة عن ذلك، مثل السرقة، مثل الفقر إلى ذلك، الفتيات الذين يضطرن إلى ترك المدرسة والذهاب إلى الاشتغال. فنشتغل مع هؤلاء الفلاحين، كيف يمكنك أن تقوم بزراعة ذكية، كيف يمكنك أن تغير المحصول، بدل أن تزرع الأفوكادو والبطيخ الذي يستهلك المياه تزرع مثلا الكاكتوس أو الصبار أو مثلا اللوز أو التمر الذي يستهلك أقل، وكيف يمكنك أن تستخدم زراعة ذكية. فالأدابتيشن أو التكيف نقطة جد مهمة نقوم بها مع الفلاحين، لأنهم بالنسبة لنا خصوصا في المغرب الفئة الأكثر تضررا من التغير المناخي للأسف. فيجب تقوية مهارات، هذا هو الدور الذي أحس به مهم جدا بالنسبة للشباب، تقوية مهارات الناس المتضررين، الناس الفقراء، توعية الساكنة حول ما يمكنه فعلهم على المستوى اليومي، الكومبوستين مثلا، إدارة النفايات، إعادة التدوير، قلة استخدام المياه، وكذلك القيام بالترافع على مستوى صانع القرار. لاحظنا مثلا منظمة في أيتورير في المغرب تشتغل بشكل جد إيجابي مع صنعي القرار على المستوى المحلي من خلال تدريب هؤلاء صناع القرار، كيف يمكنهم من خلال برامجهم التي يقوموا بنا باقتراحها وتطبيقها إدماج الشق المناخي وإدماج الشق الاستدامة في هذه البرامج، وكيف إذا قاموا بهذه يعني الالتزامات يمكنهم تقليص النفقات ويمكنهم يعني الحفاظ على الأموال. فبالنسبة لي يعني صانع القرار إذا أثبت لهم أنه يمكنك الحفاظ على الأموال من خلال هذه القرارات، فإتس وين وين أو ربح ربح كما نقول بالنسبة للجميع. فصناع القرار يجب الاشتغال معهم خصوصا على المستوى المحلي في مناطقنا من أجل تحقيق تغيير على المستوى الطويل وعلى مستوى بعيد المدى. طيب، يعني الكلام ممتاز جدا، والترجمة لأفكار ومقترحات الشباب بالعمل على توعية المزارعات والمزارعين، بالعمل على توعية الساكنة كما أشرت، اللي هو مجموع السكان اللي هيبقى من بره المغرب العربي وبيفكر الساكنة معناها إيه، مجموع السكان والنشاطات المختلفة والممارسات المختلفة الصديقة للبيئة. طب وفي حالة الأطفال يا سعد، هل مثلا مقترحاتهم وأفكارهم بتذهب إلى وزارات التعليم أو الجهات المسؤولة عن التعليم لتغيير المناهج التعليمية؟ هل في جزء بقى مخصص داخل المناهج التعليمية في المغرب على سبيل المثال عن أمور التغير المناخي والتغيرات البيئية والتوعية بها، ولا ده مش حاصل؟ شوية 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 وكل دولة بنحاول أن نشتغل فيها في الموضوع ده. مثلا في المغرب مع اللي هي فاونديشن مثلا منظمة أو مؤسسة محمد السادس وكمان جمعية شباب والمناخ، اشتغلنا على تحيين أو تغيير المقرر الدراسي وكيفية إدماج
الرسائل البيئية ورسائل المتعلقة بالاستدامة بالنسبة للأطفال. مثلا هناك مبادرات قام بها شباب أعرفه مثلا في تونس أو في مصر، كيف يمكنك في مدرستك أن تقوم بإنشاء حديقة صغيرة، وكيف يمكن أن تعلم الأطفال على إعادة تدوير النفايات العضوية، وكيف يمكنك أن كطفل أن تزرع وكشاب أن تزرع. فهذه الرسائل البسيطة وكذلك العملية من خلال المدارس هي جد مهمة، وفي المنطقة العربية لدينا ممارسات ناجحة في هذا المجال، أعرف في مصر، في المغرب مثلا، في تونس، في الأردن كذلك هناك اشتغالات في هذا المجال مع المدارس، مع مؤسسات التعليمية أيضا في 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 UAE أو الإمارات العربية المتحدة، وزارة البيئة مع وزارة كذلك التعليم اشتغلوا في هذا الموضوع. فهي مبادرات يعني على المستوى الوطني، كل جمعية أو كل منظمة تشتغل تحاول الاشتغال مع الوزارة في هذا المجال. اليونيسف كذلك يعملون أيضا، وهم يعني حليف استراتيجي بالنسبة لنا كشباب في هذا المجال، يعني نشتغل معهم كثيرا في عدة دول حول تطوير المقرر الدراسي. وبالنسبة للأطفال لا نتحدث فقط عن المقرر الدراسي، نتحدث أيضا عن ما يمكن أن يفعله الطفل في بيته وفي مجتمعه وفي حياته اليومية. فنحاول أن نعلم للطفل أن يكون سفيرا للمناخ في أسرته، وكيف يمكن أن ينشر هذه الرسائل في أسرته. تحاول أن تعلم الأطفال في دورات توعوية أو دورات تدريبية، ولا بأي صورة من الصور؟ يعني هو سؤالي عن المناهج التعليمية أو المناهج الدراسية مرتبط إن الإطار موجود، هو الإطار المدرسي، وبالتالي الطفل بيتلقى الكتب المخررة، ولما يكون في رسائل بيئية، وهي مسألة أنا لاحظتها في مصر على سبيل المثال مع بنتي الصغيرة، الأمر بقى موجود فعلا، وفي المغرب وتونس والأردن زي ما أنت بتقول. طيب، لكن التوعية العامة للأطفال بتتم إزاي؟ هل أنتوا مثلا في التحالف الشبابي الأفريقي بتنشطوا لتنظيم دورات توعوية للأطفال، ولا إيه اللي بيحصل؟ بالضبط، يعني نعمل لا أسميها دورات توعوية، بس مورف أنشطة ترفيهية وأنشطة عملية للأطفال. فمثلا عندما نذهب لنقوم مثلا بحملات على مستوى القرى أو المناطق النائية مثلا في عدة دول، فعندما نقوم بهذه الحملات نستهدف نحاول جمع مثلا الأطفال ونحامل القيام بأنشطة عملية، مثل لعب، مثل أنشطة لكي يرسموا ولكي يناقشوا ولكي يتخيلوا مثلا كيف يمكن أن تكون هذه القرية أكثر استدامة، وما هي المسائل أو التحديات التي يواجهونها هم كأطفال أو يشاهدونها في حياتهم اليومية. كذلك على المستوى المدينة مثلا، ما نقوم به هو نحاول القيام بأيام مثلا أثناء مثلا السبت والأحد، أو يعني يوم أو يومين يكون بمثابة دورات عملية يجتمع فيها الأطفال للترفيه عن نفسهم، للقيام بتجارب، للتعلم، وكذلك لتعلم هذه المهارات التي يمكنهم أن يطبقونها. تستمعون إلى هذه الحلقات الإذاعية من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، ويمكنكم الاستماع إلى برامج إذاعية أخرى من كارنيجي، من بينها تمكن التي تركز على عرض آراء النساء في شؤون مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدمها الزميلة رفيعة الطالعي. يمكنكم ذلك على المنصات المعروفة كستيتشر وآيتيونز أو المنصات الأخرى التي تفضلونها. والآن نعود إلى دركتين وبس. نعم، طب سعد خليني أبص على الناحية التانية من العملة أو النص الفاضي من الكوباية. فإحنا بنتكلم على النص المليان. النص الفاضي هو أن إحنا بنسمع كتير أن المنطقة بتاعتنا، وهي منطقة من أكثر المناطق في العالم معاناة من الآثار الموجودة بالفعل للتغيرات البيئية وللتغير المناخي ككل. المغرب واحدة من أكثر الدول المعرضة لخطر الفيضانات على سبيل المثال، مع ارتفاع معدلات مياه البحار وسخونة المياه في البحار وغيره وتغيرات أخرى تانية. كل شمال أفريقيا أو الشرق الأوسط بيعاني أكتر من غيره. اللي بيتقال إن إحنا وعينا سواء صناع القرار أو المجتمع المدني أو الساكنة عموما مازال محدود وغير مؤثر في صناعة قرارات كبيرة. إيه النص الفاضي من الكوباية اللي إحنا لازم نعرفه ونشتغل عليه؟ إيه الحاجات اللي ما بتحصلش؟ أنت بتقول لي إيه اللي بيحصل، إيه اللي ما بيحصلش وإنت شايف إنه لازم يحصل؟
أكيد أول حاجة نقطة التصحر ونقطة شح الغذاء وخطر اللي نعيشه اليوم، ولاحظناه مع حرب روسيا وكوفيد أنه كل دولة لا يلزمها اكتفاء ذاتي من الغذاء، وهذا نقطة جد خطيرة لأن احنا بلداننا العربية عموما تعتمد على الزراعة السقوية، إذا لم يكن هناك أمطار، إذا لم يكن هناك مياه جوفية، فالمزارعون سوف يعانون وسوف نعادي من ندرة الغذاء لا قدر الله، وهو خطر جد مهم، وكذلك له أخطار على المستوى الصحي من ناحية نقص الفيتامينات. اليوم نلاحظ في المغرب مثلا نقص فيتامين د، والعديد من الأمراض التي تظهر كذلك الكواتخ أو أمراض الغدة الدرقية التي كثرت والأمراض المناعاتية، كلها بسبب نقص مجموعة من المواد الفيتامينات وكذلك المواد العضوية في الأغذية، وهذا ناتج بسبب أو بآخر من نقص المياه وشح المياه. فهذا رقم واحد ما يجب أن يحصل، أن نستثمر ما أمكن في توفير أو الحفاظ على المياه التي نتوفر عليها، في تدريب وإعادة ومساعدة المزارعين على التكيف وعلى استخدام زراعة ذكية وغير مستهلكة للمياه، لكي نحافظ على أمننا الغذائي في المنطقة العربية. فهو من خلال المزارعين ومن خلال المواطنين الاستثمار في هذه الزراعة الذكية التي لا تستهلك المياه، وكذلك من خلال مثلا الألواح الشمسية، من خلال تقنيات العودة للتقنيات الأصيلة التي كان يستخدمها أجدادنا القدماء، من خلال ما نسميه أجرو إيكولوجي أو الزراعة البيئية المحافظة للبيئة، وكذلك صانع القرار أن يستثمروا ويساعدوا ويدعموا هؤلاء المزارعين. فهذه نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنان وهو التلوث الخطير والذي يؤدي كذلك إلى تهديد البيودايفرسيتي أو يعني التنوع الحيوي. فالمجموعة من الأسماك، مجموعة من الحيوانات، مجموعة من النباتات تضيع اليوم في بلداننا العربية بسبب هذا التلوث، بسبب فقدان الأشجار، فقدان الغابات. فهناك ضغط يجب أن يتم ممارسته على القطاع الخاص والشركات، كيف يمكنهم المحافظة على الأشجار، محافظة على البيئة، وعدم تلويث وعدم يعني هدم هذا المنظومة، هذه المنظومة البيولوجية. فهذه نقطة جد مهمة لأن الأشجار هي التي تحمينا من هذه الفيضانات، من الزلازل، من كذلك يعني الخطور أو الكوارث الطبيعية. واليوم نشاهد الزلزال الذي حصل في المغرب، نشاهد فيضانات التي حصلت في ليبيا، نشاهد كل هذه الكوارث التي تحصل. فكذلك نقطة ثالثة ومهمة يجب علينا العمل عليها والتي لم نشتغل عليها، وهو الوقاية من الكوارث الطبيعية بسبب التغير المناخي. فنتحدث طبعا عن الريزيليانس، ونتحدث عن تقوية يعني خصوصا الناس في المناطق النائية. صح، بس سعد في مبادرات كثيرة للوقاية، على سبيل المثال في المغرب ومصر في المناطق الساحلية في محاولات للوقاية من آثار ومن التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، ارتفاع مناسيب المياه في البحر وتآكل الأراضي الساحلية، في محاولات كثيرة في المغرب ومصر لإقامة حوائط للصد وغير وغير وتقوية التربة، يعني في أمور للوقاية. هل 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 في مثلا في مسألة الاستعداد للكوارث البيئية اللي هي زي ما احنا شفنا في مدينة درنا الليبية، وربنا يرحم طبعا كل الضحايا ويساعد المصابين وأهل البلد، مرة واحدة انت صحيت على مدينة اتمسحت ما بقتش موجودة، هل انت قصدك الاستعداد للكوارث الطارئه او للحظات الطوارئ مش الامور اللي احنا بنشتغل عليها بصوره اعتياديه لان احنا شايفينها بتحصل؟ ما هو كل لحظه في تاكل من الاراضي الساحليه الملاصقه للسواحل. للأسف المسائل الطارئة هي الأكثر خطورة، فيجب علينا أن نعي أن الفيضانات وهذه الزلازل ممكن أن تحصل. فكذلك يعني ما أتحدث عنه هو إقامة أنظمة للرصد والاستعداد، هذه نقطة جد مهمة ويستغلون عليها كثيرا في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأنظمة التي تمكنك من توقع نسبة حصول كارثة طبيعية لا قدر الله، فأنظمة الرصد هي نقطة جد مهمة. فهذه التكنولوجيا وجب علينا الحصول عليها وتطبيقها من أجل رصد ومتابعة والوقاية من هذه الكوارث الطبيعية. كذلك تقوية يعني الساكنة عموما، لما نتحدث عن
البنية التحتية يعني في المناطق القروية. فشاهدنا مثلا زلزال الذي حصل في المغرب، لو كانت بنية تحتية أقوى وطرق سالكة وما إلى غير ذلك لكان ربما الأضرار كانت تكون أقل. فهنا نتحدث عن البنية التحتية وكيف أن البدن والقرى يجب أن تكون على استعداد لأي كارثة طبيعية لا قدر الله. فهذه النقطة التي يجب أن نركز عليها. وكذلك نتحدث عن النظام الصحي، النظام الصحي الذي يجب أن يكون أيضا على استعداد للتعامل مع هذه الكوارث، والمستشفيات التي يجب أن تتعامل مع إعادة تدوير نفاياتها وأن تكون قابلة للمرونة إلى غير ذلك أيضا. نعم سعد، أنت منسق التحالف الشبابي الأفريقي. طيب أنا عايز أعرف منك بسرعة لأن الوقت يداهمنا، إطار عمل التحالف الشبابي الأفريقي هو كل القارة الإفريقية ولا بعض الأقاليم داخل القارة ولا بعض البلدان داخل القارة؟ احكي لنا شوية عن التحالف بيعمل إيه. في التحالف منذ 2006 نشتغل في 50 قارة إفريقية. الهدف هو 50 دولة، مش 50 دولة إفريقية. فالهدف هو توحيد الشباب ومساعدتهم وخلق الفرص لهم للاشتغال على المناخ والبيئة. فنعمل في كل دولة على إنشاء تحالف وطني بحيث نساعد الشباب على التواصل مع الحلفاء، مثلا كيف يمكنكم أن تتواصلوا مع الحكومة وخلق شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص ومختلف الشركاء. عندما نشارك في الكوب مثلا نقوم بخلق علاقات وشراكات وبرامج قارية، مثلا برنامج اشتغلنا معه على مع البنك الإفريقي للتنمية في 25 دولة إفريقية، حصلنا على تمويلات من أجل الاشتغال على الزراعة الذكية وتدريب المزارعين على التكيف إلى غير ذلك. فهذه الأنشطة نحاول دمج وخلق وربط الشباب مع بعضهم وخلق فرص لهم للاشتغال بشكل طيب فعال. وإزاي ممكن شباب عملوا منظمة في تونس أو جمعية في الجزائر أو في غانا أو في أوغندا يقدروا ينضموا للتحالف الشبابي الأفريقي؟ إيه وسيلة الانضمام؟ أنا عايز الناس تعرف، لأن لو مهتمين، وحتى لو أنت حابب يا سعد تقول الويب سايت بتاعتك اسمها إيه، لأن لو الناس مهتمة يبقى ممتاز. أكيد. فكل الشباب اللي بيسمعونا، اللي هي African Youth Initiative for Climate Change AYICC. فأيك هي الموقع بتاعنا وكل واحد ممكن ينضم كفرد أو كمنظمة. كذلك في المستوى العربي هناك التحالف العربي اللي هو MENA Climate Youth Network، فهو كذلك تحالف لمجموعة من المنظمات العربية الشبابية اللي ممكن تنضموا لها كشباب حتى تتشابكوا وترتبطوا مع أصحابكم وتتحاوروا كذلك للحصول على فرص وتمويلات وخبرات جديدة. فالانضمام إلى تحالفات نقطة جد مهمة لكل شاب يريد أن يتعلم ويريد أن يشتغل في ميدان المناخ والبيئة. طيب عظيم. سؤال أخير يا سعد عن التداخل، وانتوا بتشتغلوا في التحالف الشبابي الأفريقي، تداخل الأولويات. يعني احنا قصاد وضع صعب جدا وقصاد مجتمعات، أغلب مجتمعاتنا الأفريقية أو العربية بتعاني في مش بس أمور كتيرة بيفرضها علينا التغير البيئي وبتفرضها علينا تغيرات المناخ، ولكن احنا مجتمعات أصلا تعبان، عندنا مشاكل في موارد فيها ندرة مية وغيره، وعندنا مشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية زي الفقر والبطالة اللي انت أشرت ليهم. طب في تداخل الأولويات، لو أنا أقدر مثلا أسألك سؤال، أنا عارف أنه سؤال صعب، لو تسمي لي ثلاث أولويات من ضمن كل الحاجات اللي أنت قلت عليها، إيه أهم ثلاث حاجات أنت نفسك قبل كوب اللي جاي 29 نكون بدأنا في مجتمعاتنا نشتغل عليهم، هتقول إيه؟ الوظيفة. بالنسبة لي الفقر والوظيفة، ومن خلال الوظائف الخضراء. فالأولوية بالنسبة لي رقم واحد هو كيف يمكننا أن ندرب ونساعد الشباب، خصوصا المجتمعات الفقيرة والناس في المناطق النائية، وتقديم مهارات لهم حتى يشتغلوا على وظائف خضراء، في نفس الوقت يحافظون على البيئة، يخلقون فرص شغل ويحاربون الفقر بالنسبة لهم، ويحافظون على أسرهم والاستدامة الاجتماعية. رقم واحد الوظائف الخضراء. رقم اثنان وهو التعاون جنوب جنوب. هذه نقطة يعني كبيرة ولها أثر كبير. كيف يمكننا كدول
الضغط على صانعي القرار بالنسبة لنا وخلق تعاونات جنوب جنوب، لأن القارة والدول العربية خصوصا يجب أن نتعاون مع بعضنا لأن لدينا مشاكل مشتركة. وهذه القرارات القارية والدولية لها تأثير ووقع أكثر كبير من المبادرات المحلية التي يمكن القيام بها. وثالثا وهو بالنسبة للاشتغال، ربما أقول على الوضع الصحي، يعني التوعية الصحية والصحة والمناخ، هذه الرابط خصوصا الصحة النفسية وهو خطر محدق نعيشه اليوم. فالتوعية الصحية وكيفية الوقاية وكيفية المحافظة على الصحة النفسية مع كل هذه الأخطار وللأسف الأخبار المحزنة التي نعيشها، فالمداومة والحفاظ على الصحة النفسية هي نقطة جد مهمة أيضا بالنسبة لي. نعم سعد، شكرا جزيلا بجد، شكرا. أنا استمتعت جدا جدا بالحوار معك وفعلا استفدت، وأتمنى أن جميع المشاهدات والمشاهدين اللي هينضموا ويتفرجوا على الحلقة معك كمان يكونوا على نفس القدر من الاستفادة. وعايز أقول للجميع وأقولك أن احنا مهتمين فعلا بمسألة العلاقة بين التغير المناخي والصحة النفسية، وهنعمل حاجة عن الموضوع ده عشان كمان ننور عليه. الدكتور سعد وقاص وهو منسق التحالف الشبابي الإفريقي للمناخ، شكرا جزيلا على وقتك، وهيفضل الحوار ويستمر التواصل. شكرا جزيلا يا سعد. شكرا عمرو. شكرا لاستماعكم، وعلى أمل أن احنا نلتقيكم في الحلقات القادمة. أنا اسمي عمرو حمزي. كانت هذه حلقة إذاعية من إنتاج مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي. جميع الآراء المعبر عنها هنا تخص المحاور والضيوف وليست بالضرورة آراء كارنيجي. تستطيعون الاشتراك في برامجنا الإذاعية على المنصات المعروفة كستيتشر وآيتيونز أو المنصات الأخرى التي تفضلونها. زورونا أيضا على carnegieendowment.org.